قلب الثورة الكوبية سانشيز. تقول سيليا سانشيز ماندويلي، وهي الثورية التي سميت بقلب الثورة الكوبية: لقد أسسنا حالة ثورية ونحقق النصر فيها. كل الخوف اختفى في صفحات التاريخ، أصبح الناس يملكون الآن قصتهم الحقيقية. ولدت سيليا سانشيز في 9 أيار مايو عام 1920 في مدينة ميديالونا في منطقة شرق كوبا. تأثرت بأفكار والدها لكونه سياسياً في ذلك الوقت، وتطورت آراؤها حول الأفكار والتوجهات العصرية في تلك الفترة. في عام 1953 أطلق الثوار حملة من أجل إزالة باتيستا عن السلطة. في هذه المرحلة انضمت سيليا سانشيز إلى حركة 26 يوليو التي انطلقت بقيادة فيديل كاسترو وتشي غيفارا. تعد سيليا سانشيز أول امرأة كوبية مقاتلة، وتمكنت من تحطيم الخوف الكامن في أعماق التاريخ. الخوف اختفى في صفحات التاريخ. بعد انضمامها إلى الثورة كتبت رسالة إلى والدها قالت فيها: في كل يوم أرى بشكل أفضل كيف أن كوبا بحاجة إلى ثورة. لقد أسسنا حالة ثورية ونحقق النصر فيها. كل الخوف اختفى في صفحات التاريخ، أصبح الناس يملكون الآن قصتهم الحقيقية. الثورة الآن هي قبل كل شيء. في أعوام بداية الثورة عملت سيليا سانشيز مع صديقها فرانك بايس كدليل، كما عملت على تأمين الذخيرة للمقاتلين. كانت أول مهمة لها هي إيصال المواد إلى المقاتلين بعد تلقيها التدريب العسكري في جبال سييرا مايسترا. وبصفتها أول مقاتلة غريلا، أسست أولى لبنات كتيبة النساء المعروفة باسم كتيبة ماريانا غراغاليس. العديد منا يعرفون فيديل كاسترو وتشي غيفارا، ولكن قلة منا سمع باسم سيليا سانشيز التي شاركت في الثورة الكوبية، وهي التي نطقت بالعديد من القرارات الهامة بشأن الثورة. خلال مسيرة الثورة لم نختلف عن الرجال أبداً. القيادية الثانية في كتيبة ماريانا غراغاليس تيتي باوبيلو، والتي انضمت إلى المقاومة وهي في سن 15، قالت عن دور المرأة خلال مسيرة الثورة الكوبية: لم نختلف أبداً، كنا دائماً إلى جانب الرجال، وأحياناً نسبقهم، لأنه لا يوجد أي فرق بيننا. في المكسيك عملت على تنظيم رحلة السفينة التي تحمل 82 مقاتلاً من أجل إزالة سلطة نظام باتيستا. بعد الثورة تولت مهمة الأمين العام للمجلس الرئاسي في كوبا حتى آخر أيام حياتها، كما انتخبت لعضوية البرلمان وعضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، كما تولت منصب المديرة الوطنية لاتحاد النساء في كوبا. ناضلت بتفاني بعد الثورة، وأنجزت العديد من المشاريع من أجل مواطني كوبا. لم ينحصر نضالها في ميدان معين، بدءاً من أرشفة الوثائق الرسمية للثورة الكوبية، مروراً بتطوير قطاع التعليم ومحو الأمية في المناطق الريفية وغيرها العديد من قطاعات النضال. أسست حديقة لينين في هافانا، كما كانت لسيليا سانشيز مكانة خاصة في قلوب الناس خارج كوبا، حيث توجد مدرسة باسمها في زيمبابوي. قلب الثورة الكوبية. توفيت سيليا في 11 من كانون الثاني يناير عام 1980 في كوبا جراء إصابتها بمرض سرطان الكبد. عرفت بنقائها وبراءتها بين صفوف الثورة، وربما لهذا السبب سميت بقلب الثورة الكوبية.